بعد عمليات استطلاع واسعة قبالة منطقتي جازان ونجران، دكت القوات السعودية تجمعات ثابتة ومتحركة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وتدمير آليات ومنصات إطلاق مقذوفات ومخازن أسلحة وذخائر داخل الأراضي اليمنية. وكانت القوات السعودية قد طبقت منعاً للتحركات العسكرية في منطقة محظورة داخل الأراضي اليمنية بمسافة 10 كيلومترات، لكن الميليشيات استمرت في قصف القرى الحدودية المجاورة، بيد أن محاولاتهم للتسلل باءت بالفشل واستؤصلت في مهدها. وفي نجران سقطت قذيفة أطلقتها الميليشيات من داخل الأراضي اليمنية قرب إحدى المحولات الكهربائية صباح اليوم. قتيبة تركستاني، العربية.